من المؤسف أن قسم ماوتهاوزن يأتي الآن من مناسبة راهنة للغاية في 16 من مايو 1945. قرأ هاينريش دورماير قسم ماوتهاوزن التالي أمام اللجنة الدولية نيابة عن جميع السجناء السياسيين السابقين في ماوتهاوزن: إن الإقامة الطويلة في المخيم عمقت فهمنا لقيم أخوة الشعوب، وإخلاصاً لهذه المثل نقسم بالتضامن والاتفاق المشترك على مواصلة الكفاح ضد الإمبريالية والتحريض الوطني. وكما تحرر العالم من التهديد الذي يشكله تفوق هتلر من خلال الجهود المشتركة لجميع الشعوب، يجب علينا أن نعتبر هذه الحرية التي نضنا من أجلها بمثابة الصالح العام لجميع الشعوب. إن السلام والحرية ضمانتان لسعادة الشعوب وبناء العالم على أسس جديدة للعدالة الاجتماعية والوطنية هو السبيل الوحيد نحو التعاون السلمي بين الدول والشعوب. بعد أن حققنا الحرية وبعد النضال من أجل حرية أممنا، نريد أن نحتفظ بالتضامن الدولي للمعسكر في ذاكرتنا ونستخلص الدروس منه. سنسير على طريق مشترك، طريق الحرية غير القابلة للتجزئة للجميع الشعوب، طريق الاحترام المتبادل، طريق العمل معا في العمل العظيم لبناء عالم جديد حر للجميع فقط. وسنتذكر دائما التضحيات الدموية العظيمة التي قدمتها جميع الأمم التي ناضلت من أجل هذا العالم الجديد. وفي ذكرى الدماء التي سفكتها جميع الشعوب، وفي ذكرى ملايين الإخوة الذين قتلتهم الفاشية النازية، نتعهد بأننا لن نترك هذا الطريق أبداً. على الأسس الآمنة للمجتمع الدولي، نريد أن نقيم أجمل نصب تذكاري يمكننا تشييده لجنود الحرية الذين سقطوا، عالم الرجل الحر. نتوجه إلى العالم أجمع بنداء: ساعدونا في هذا العمل. يحيا التضامن الدولي. عاشت الحرية. عربيٌ.